الملك والمئة أرنب، حكاية من التراث الألماني. كان يا مكان في قديم الزمان، وفي منزل بالقرية عاش راع طيب اسمه بيتر. كان بيتر فقيرا جدا، لكنه كان سعيدا بحياته وسط الحيوانات. صحيح، كانت له أمنية واحدة. أتمنى أن أتزوج من فتاة طيبة القلب. مهلا مهلا، سأطعمكم. لقد فعلها ثانية. بلاكي، ما هذا؟ ماذا تفعل يا بلاكي؟ أنت خبيث جدا. يا إلهي، مهلا، لا تفعل ذلك. وذات يوم أخذ بلاكي يحفر في الأرض حتى عثر على شيء. كم أنت مولع بالحفر والنبش يا بلاكي، ماذا وجدت ها؟ ولكن هذا الشيء مختلف، إنه يختلف تماما عما تعثر عليه عادة. إنه تاج ذهبي، لكن لن أجني شيئا إذا احتفظت به. حسنا، سوف أهديه إلى الملك. وأخذ بيتر التاج واتجه إلى القصر في الحال. يا له من تاج جميل. حقا، يا لجماله، كأنه صنع من أجلنا. تركت هدية بيتر أثرا طيبا في نفس الملكة والملك، لكن بيتر لم يكن منصتا لكلمة واحدة مما قاله الملك، فقد كان مفتونا بجمال الأميرة. كانت الأميرة هي الفتاة التي طالما حلم بيتر بالزواج منها، ويبدو أن الأميرة قد وقعت في حب بيتر من أول نظرة. فتاة أحلامي، لماذا لا تتكلم؟ لقد قرر الملك أن يعطيك أي شيء تطلبه. أي شيء؟ نعم. أي شيء؟ نعم، أي شيء. أتزوج الأميرة. ماذا؟ لا يمكن. كان من المستحيل أن يوافقا على إعطاء ابنتهما الأميرة له. ألم تقل بأنك مستعد لإعطاء أي شيء؟ لماذا تراجعت إذن؟ غير معقول. حسناً، سوف أعطيك الأميرة. حقاً يا مولاي، لكن بشرط أن تقوم بحراسة 100 أرنب ولا يفقد حتى واحد. 100 أرنب؟ نعم، وألا تفقد واحداً. إذا وافقت على ذلك تحصل على الأميرة، وإذا فشلت يقطع رأسه. والدي، هل أنت جاد في ذلك؟ يجب أن يختبر كل من يرغب في الزواج من الأميرة. إن كنت تأبى ذلك فلتعذر عن فكرة الزواج. وبرغم ذلك رفض بيتر أن يعدل عن طلبه. أنا لا أرغب بالعيش إن كنت لا أستطيع الزواج من الأميرة. ماذا تفعل؟ عدت للحفر ثانية، ماذا وجدت؟ ناي، حسنا، هذا يناسبني أكثر من التاج. وأخذ الناي يصدر صوتا صافيا ينم عن الروح الطيبة التي يتحلى بها بيتر. ما الذي حدث؟ تجمعت الحيوانات حول بيتر واحدا بعد الآخر، ثم حان يوم حراسة الأرانب. حسنا، هل أنت مستعد؟ أخبرني. نعم. يا لك من أحمق، افتحوا الأبواب. حاضر. لن تفلح أبدا. ترى هل ينجح الناي في اجتذاب الأرانب؟ كل هذا من أجلي؟ لا أصدق. ألم يعد بعد؟ وكيف يعود؟ من المحال أن ينجح في حراسة كل هذه الأرانب. نعم، كنت واثقا من ذلك، وقد أرسلت أحد رجالي لمراقبته. إنه كريه جدا. هذا صحيح، لكنه طيب القلب وبدت عيناه صافيتين.
لا يوجد فيه شيء جميل. عفوا سيدي، عاد الكشاف في الحال يا سيدي. وكيف حاله؟ لابد أنه في حيرة بالغة. في الحقيقة يا سيدي، كان ينفخ في الناي فتتجمع الأرانب من حوله بشكل عجيب، وهذا مما يثير الدهشة يا سيدي. ماذا تقول؟ رائع يا إلهي، لقد خسرنا. إزعاج. جذب 100 أرنب حول بيتر لدى سماعهم صوت الناي، ولم ينقص منهم أحد. وفي صباح اليوم التالي، أهلا بك أيها الشاب. ها، أراك تحرس الأرانب، هل أعطيتني أرنبا؟ أرنبا؟ كلا لا يمكن. لكن أيها الشاب، إن عدت دون الأرنب سيضربني سيدي، أرجوك أن تعطيني واحدا. يا للأسف، لكني جازفت بحياتي من أجل تلك الأرانب، ماذا أفعل؟ ماذا؟ أليست هذه هي الملكة؟ فهمت، تريد أن تخدعني إذن. حسنا، سأعطيك أرنبا شريطة أن تفعلي ما أطلبه منك. حقا؟ قفي على رأسك ولوحي بساقيك. ها؟ أقف على رأسي؟ ولكن راحت الملكة تفكر، إن الوقوف على الرأس شيء مخجل حقا، ولكن لا أحد يعلم أنها الملكة، فقد كانت متخفية. لا بأس إذن. يا لو من منظر. فرحت الملكة كثيرا لحصولها على الأرنب، ولكن ما كادت تصل إلى القصر حتى انتظر. لقد هرب. والآن جاء آخر يوم من أيام حراسة الأرانب. أيها الشاب، أرجوك أن تعطيني أرنبا، إن زوجتي مريضة منذ فترة وتود أن تأكل لحم أرنب قبل أن تموت، أرجوك يا بني. يا للأسف، ولكن لا أستطيع أن أعطيك واحدا من هذا. عندي فكرة، أرجوك أن تنتظر إلى الغد، فإن فعلت أستأذن الملك وأعطيك واحدا. ولكن كنت أعلم ذلك. هذا الأنف، إنه أنف الملك. حسنا، قبل أن أعطيك الأرنب قبل ظهر الحمار. ماذا؟ أقبل ظهر الحمار؟ كان الملك متخفيا في زي مزارع، فراح يفكر بالأمر. إنها فرصتي الأخيرة، يجب علي أن أقبل ظهر الحمار للحصول على الأرنب. حسنا، لا بأس، لن يعرف أحد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. يا له من منظر مضحك، ولكنه حصل على الأرنب فأحس بالرضا. ولكن انتظر. وفى بيتر بوعده، وكان الاتفاق أن يتم الزواج بعد ذلك، ولكن حسنا، لقد اجتزت الاختبار الأول بنجاح. ها، وهل هناك آخر؟ نعم، للأسف هناك اختبار آخر، يجب أن تملأ هذا الكيس بالحكايات المسلية. أمر فظيع، ولكن من الصعب جدا أن يملأ الكيس بالحكايات. يا له من رجل، إنه يطلب من بيتر المستحيل. وجدتها، سوف أحكي تلك القصة. نعم، وراح بيتر يحكي القصة أمام كل أهل المدينة. حسنا، لنستمع إلى هذا الفتاة. تحكي هذه القصة عما حدث لي أثناء قيامي بحراسة 100 أرنب. حدث شيء عجيب، جاءت إلي امرأة تطلب أرنبا، لقد كانت تلك المرأة هي الملكة. نعم، لقد عرفت. اشترطت عليها أن تقف على رأسها وترفع ساقيها، وقد فعلت. لا أستطيع. ثم جاءني الملك متخفيا بزي مزارع، طلبت منه أن يقبل ظهر الملك،
وحاول هو تقبيل. امتلأ الكيس يا بني، لقد امتلأ. خذ هذه الأميرة لك لو اريدها. وهكذا تزوج الاثنان ومكثا في القصر وعاشا في سعادة دائمة. وظل بلاكي معهما بالطبع، فقد كان له الفضل في زواج بيتر من الأميرة.